بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا في كل مكان. حبيباتي، ان الكورس المجاني في الفيسبوك بننزل دلوقتي بعد ما اخذنا الباترون الاساسي الآلية الاولى، ومطلوب من حضراتكم تنفيذها وتفنيشها بطريقة نظيفة. بنعمل ايه دلوقتي؟ بناخد الباترون الاساسي، هنقصه كده بنفس الشكل، الخلف الحال والامام الحال، وهنخيط الكتاف كده بالشكل ده. هجيب الكتفين اخيطهم كده في بعض بالشكل ده على الواحد سنتي اللي انا سايباه للكتف، بسم الله. وبعمل فرماتوره، يعني بثبت في البدايه وفي النهايه كده بالشكل دوت اهو. وبعمل كده وهعمل كده، تمام. قفلت الكتفين بالشكل ده. بعد ما قفلت الكتاف هجيب بايبنج او بيي، اللي هو ده البيي، في ناس بتسميه بيي، في ناس بتسميه بايبنج، زي ما تسميه. المهم ان انا هجيب البيي ده اللي متوفر عندها تشتغل بيه، واللي مش متوفر هوريكي تقص ازاي البيي عشان ما تنزليش من البيت، تمام. هجيب الجسم اهو، الامام ده الامام، وهجيب البيي كده بالشكل ده، وهبدا من تحت الباط، هطلع نص سنتي بره بره الباط كده عشان يبقى عندي زياده، وبعدين هبدا اشتغل. بسم الله، بدايه ونهايه لازم اثبتها. البي هنا ليه طريقه وآلية يتعمل بيها، ما ينفعش يتشد، اشده، لو شديته هيكشكش لي هنا الجزئيه دي، هيكشكش الشغل اللي انا بشتغله، ولو اعطيته زياده هيعرض مني. فما بين بين، يعني ايه ما بين بين؟ يعني اديه للمكنه، ازقه للمكنه مش كتير، اهو انا بزقه لدواس المكنه، مش بشده عليا، لا بديه للمكنه، في بروز اهو، بديه للمكنه كده كده وبمشي كده شويه، وبعدين اسقط الابره، ارفع الدواس، احرك البيي على حرده البوت بالظبط، ما اخدهاش كده عافيه، وانزل الدواس واعمل كده، وبعدين اهو لقيت البيي مش جاي خط مستقيم معايا ومحتاجه ارفع الدواس، برفع الدواس بسقط الابره تحت وارفع الدواس كده بالشكل ده علشان يكون وضعه مرتاح. بدي للمكنه مش بشده، بدي للمكنه اهو، بمسك كده وبشتغل كده لحد ما اخلص. طبعا الحاشيه بتاعت الكتف بتكون على الخلف، بيكون وشها للخلف كده بالشكل ده. طب الخلف ازاي؟ الخلف بيبقى اقل من الامام. بعدين اعمل كده، بدي المكنه، بدي البي، بدي المكنه كده، بزق على الدواس سنه كده، مش بشده مش برخي، وبعمل كده طبعا عايز حرفيه وعايز ممارسه، يعني ايه ممارسه؟ اشتغل كتير عشان يطلع معايا بالشكل اللي انا عايزاه. بعد ما عملت كده هيكون ده شكل وش البيه في وش الجسم. اجي اتني البيه على بره كده بحيث تكون الحاشيه دي في قلب البيه من الداخل، واعمل سن ابره هنا على البيه من فوق على البيه نفسه كده بالشكل ده. عامله لك الجسم بلون والبيه بلون والخيط بلون، شايفه؟ علشان يبقى باين وما تقوليليش مدام امل اصله مش باين. ده شكله من الامام، هقلبه على ورا وهاجي هنا من بدايه الباط كده، شايفه شكله عامل ازاي؟ خط مستقيم هنا. خياطة الكتف دي لازم تبقى مظبوطة، ما تبقاش مشدودة على بره علشان ما تتشدش منك، ما يتشدش منك الحاشية دي، ما تتشدش هنا وتلاقي الكتف تشد منك وانت لابسة تحسيه مشدود، تمام؟ طيب بعد ما عملت كده هروح جايبة البيه تانية أولى، وبعدين بعد ما تنيته كده تانية أولى أتني تانية كمان أهي. طبعا هو ليه كذا طريقة، فاحنا هناخد الطرق بتاعته تباعا كده. يبقى انا تنيت البيي او شايفه تانيه، اول تانيه والتانيه التانيه،
كده بالشكل ده اهو، تمام كده. طيب انت مش عارفه تتني ثانيه في ثانيه، امسكي حته صغيره صغيره وخليكي عارفه ان انت لو انت بتشربي البيل المكن عطيتي زياده، لما هتيجي تتني الثانيه في ثانيه دي هتبقى صعبه عليكي وهتزهقك، تمام. فما باينه باينه، ده شكله طرف الابيض اللي تحت باين عليكي، طرف في ملي مش عارفه هبينهولك بس بعد ما اخلص. طيب كده اعمل كده، شايفه كده علشان يكون ده شكله من بره. بصي هنا دي الحته اللي انا قلت لك عملتها، شايفه هنا طرف البيي رامي على الجسم باين، ده خطا. طب ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ان انا وانا شغاله كده ما بخليش حته من البيضه باينه كده، انا عايزه حته من الابيض، ملي من الابيض يكون باين عليا انا شايفاه، علشان لما اجي اقلب كده يبقى الابيض راني على الذهب اللي جوه، انما مش العكس زي دي. عرفتي الغلطه دي؟ لان انا مثلا هنا بعمل بذهبي مع ابيض مش باين، انما انت ممكن تعملي اسود مع ابيض ما عندكيش، فممكن تعملي اسود مثلا يعني فرضا يعني. المهم ان اللون البيه ما يبقاش عاطي ضي من بره، ما يبقاش باين ابدا. عرفتي انا هنا دي عملتها ازاي ودي عملتها ازاي؟ طيب بعد ما عملت كده هاجي عايزه اعمل الرقبه، خلاص اهو. بصي الباط جميل مش مشدود، مظبوط، الدنيا مظبوطه كده بالشكل ده. عايزه وهجيب البيه اهو وهتني كده نص سنتي، نص سنتي للداخل، نص سنتي للداخل، وهبدا اخيط على الرقبه تحت ده كده، وهخيط على الكسره بتاعت البيه، تمام. نفس الحكايه همشي مع البيه تكون مرتاحه ومش مشدوده. الزيت الجزئيه دي مهمه جدا، هاجي هنا كده لحد ما هوصل عند القفله. انا تانية التانية دي كده بعديها بنص سنتي هبدا اقص البيه التاني، بعديها بنص سنتي هبدا اقص البيه، وبعدين فتحت كده دخلت الدم وقفلت البيه على البيه قلبه بعد. علشان يكون ده شكله بعد ما عملت كده، عايزه بقى اروح منيمه البيجي ده الاثنين مع بعض بسن الابره. ادي سن الابره يعني بخيط على البيجي من بره. خلصت كده الدايره خالص، هاجي هنا عند القفله دي اهي وهقفل عليها بالشكل ده. عملتها كده علشان يكون ده شكلها، خلاص هفتح الجسم. طبعا لو عملتي البيي قبل اللي بتقفلي الجناب يكون افضل. عملت كده هاجي ابدا بقى من الفتحه اللي انا عملتها دي، بفتح البيجي كده بالشكل ده، الثانيه بتاعته نفسها بفتحها، شايفه فتحت الثانيه اللي هي متنيه على فوق وجبت دي عليها كده وقفلت عليها الاثنين كده تاني. انا عندي الطرفين اهم، ده طرف البيجي اللي فوق فتحته كده، فتحت حتى الثانيه اللي هي ربع سنتي دي كمان فتحتها، وبعد ما فتحتها اللي فوق دي رحت منيمه في قلب منها اللي جوه دي ورحت قافله عليها
عشان يكون ده شكلها مقفوله كده. وبعدين حتم ثانيه في ثانيه علشان يكون ده شكلها نضيف كده وجميله قدامك كده بالشكل ده. وهبدا اخيط عليها. بسم الله. شايفه الجسم بيتحرك تحت دي الدايره اللي تحت دي. خليني اقول لك الحته دي لما تيجي تضايقك دايره او سبعه اللي تحت دي ممكن تروحي منتهى البسط هتجيبي مقص. بس الكلام ده طبعا قبل ما تخيطي اعملي الحركه دي قبل ما تخيطي اهي عملت كده تمام. وهرجع احط عليها دي حتى لو نسيتها بحط الابره اسقط الابره على الخيط كده على الخياطه القديمه قبلها بثلاث غرز وهنشي عليها. الشقه اللي انا عملتها دي بتريح الدايره بتاعت الستر. شايفه كده؟ ريحت الدايره بتاعت الصدر جدا. حتى في الكتف كمان لو لقيتي نفسك الحته دي مضايقاكي برده حاساها ان هي هتضايقك بس بالمقص وشقي دي كده. ايه اللي هيحصل؟ هتفتح دي معاكي وهتبقى مرتاحه اهي. وبالفعل ارتاحت عن التانية تمام؟ اهو شايفه ارتاحت ازاي؟ وهجيب الخياطه على الخياطه وهعمل فرنطوره. وخلصت الرقبة بالشكل ده. بعد ما خلصت كده بالشكل ده اهي هيكون ده شكل الرقبة. هيكون ده شكل الرقبة. وهيكون ده شكل الباط. تمام؟ هعمل كده وهجيب المكوة وهعمل كده بالمكوة. صد بس بالمكوة كده بس فقط أنيم. أنيم الجزء ده بس كده. خلاص بعد ما نيمت الرقبه كده كده الباط اهو مش بشد بجيب المكوه وانيم بس دي كده كده الباط انيمه كده افتحه اذا حبيت وانيمه كده 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 بالمكوه. خلاص بعد ما خلصت دي اعمل ايه؟ هروح جايبه بقى الباط في الباط العلامه على العلامه خياطه الكتف ماسكه خياطه الكتف كده وماسكه الباط في الباط كده وكده بالشكل ده. هبدا اخيط الجوانب في بره بالعلامه اللي انا عاملاها. انا سايبه طبعا هنا عرض مسطره. هنا شايفه كده قفلت الباط مع الباط الفوشية مع الفوشية اهي مظبوط كده. همسك البوت دي مسكت الكتف تنيت الكتف البوت مع البوت اهو العلامة مع العلامة اهي الدايرة دي بمسك الايه كده مع بعض وبمسكه كويس كده وبعمل كده على العلامة بتاعتي. مش عندك طبعا علامة هشيل الزيادة دي وهشيل الزيادة دي وأقلب اللي أنا عملته كده. خلص الموديل وهتعملهولي كده وتسلمهولي في البوست اللي أنا حطاه لإنجازات المبتدئات علشان هنعمل بيه فيديو ونعمله ان شاء الله نهايه الاسبوع. عرفتي هتعملي ايه؟ تمام كده يا قمر؟ بس خلاص. ده هيكون ان شاء الله. يا رب يكون سهل وبسيط عليكم.